ريت 11 سنة توا نخدم في البحر، منهم 3 سنين توا اللي تعديو، 3 سنين في نار الأخضر طافي، عنده 3 سنين طافي. كمل خلط عليه الأحمر تكسر. بالنسبة للبرتغال ملح قاعدين يرموا فيه، يقول لك الفنارات داخلين في ترميم تاع البرد. انا نحب نعلمهم انه الفنارات قبل ترميم البرد، معناتها الفنارات ابجل من 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 ترميم البرد، ويلزم يتريقلوا اليوم قبل غدوه. وعندنا ضبيبه طابت كمش من الفنارات، وناس معناتها رياس تعرف كيفاش، تعرف كيفاش تستحايل وباش تدخل وباش كان جات معناتها الناس متربصه، صارت اكثر من هكا كوارث. وديما انا نقول ربي ان شاء الله يهديهم مسؤولين تبديلنا. شنو مشاكل الفنارات في البرد؟ وهي مشاكل الفنارات مش من تو، مش جديدة، معناتها عندها برشا المشاكل تاع الفنارات. الفنار الأخضر عنده جي عامين، عامين ونص ما يخدمش، الفنار الأحمر جي تنوى برشا ريح طيح الدو، معناتها كي تجي داخل أنت في الليل إذا كان ما تردش بالك وما يكونش عندك بروجيكتور قوية في الفلوكة باش تكشف بهم معناتها الحجر، تنجم تدخل في أي لحظة. فما حاجات صارت قبل؟ صارت بالطبيعة، صارت برشا مشاكل قبل، دخلوا فيه بالانسي، دخل في الحجر بالليل خاطر الفنار ما يخدمش الأخضر، ودخلت فيه فلوكة قبل زاد كيف كيف، وصاروا برشا مشاكل. وفما ناس ما لقاتش الباب تاع البرد، دخلت في بلاصة أخرى في بوغاز وفي كذا، وقعد يلوش منين باش يدخل. تسمى حاجة خطيرة هذه؟ بالطبيعة حاجة خطيرة، ملا كيفاش برد هو برد، معناتها تلقى أنت بالانسي متكلف ب 100 و200 و150 مليون و70 وموفمون كبيرة دخول وخروج، وما عندك الضوء يكشف لك أنت، خاطر هو ماهوش ماهيش بانكينا لوح، بانكينا حجر، حجر وقوالب مصبوبة بيتون أرمي. يخلقوا لنا حل، أول حل هو يلزم يصلحوا لنا الفنارات، وبعد تقع تهيئة في البرد باش يعملوا لنا ضوء، باش يعملوا لنا يصلحوا لنا المجبد. فما برشا حاجات بردنا ناقص، برشا حاجات. منهم كيكا خارجين شعر دمنا في الديقة سنتر ولا شعر اخر عملنا كارثة، ما لازم لازم يعمل، لازم حتى يريقلوه الديكات هذوك. كيف صارت الحكاية هذي؟ خارجين في الظلام، قديش شراء واحد خارجين في الظلام سنتر الله، معناتها شعر دمنا في الحجر، وكمل عاملين واحد باش يريقلوا الديكيات شلان يقولوا له الحمد لله، كل واحد يد شحال اخر اللي دمنا عليه. مشكور مشكور عملت لنا، نشكر الدولة اللي عملت لنا طو يعني زادتنا صقلات باش الفلايك ما تدخلش بعضها، كانوا مرسوسين برشا رص في بعضهم، ما تبقينا قاعدة الفنار، الفنار الأخضر والأحمر، وتوا الأحمر سيء طاح جبد. الأخضر يريقلوا لهم ماك البطاريات نتاعهم، ولا عندهم ماك نتاع الطاقة الشمسية هذاك، توا سنين معنا نشكيو للسلطة وما عملوا شيء. لازم نشوفوا، لازم من اليوم الغدوة يشوفوا حل، خاطر فما كل عام مدرسة فهمتني وقت تسدنا البرد، مدرسة جاية من الخارج فهمتني وجات وعثرت فم في الباب البرد، ما يعلموش اللي هو قصير فهمتني، وعثرت ومنهم تلميذ يده تكسر فميكا في الواحد. فماش فم بحرية ما غير ملح صارت لهم اكسيدونات؟ صار وبرش اكسيدونات،
صاروا حتى الموتى. عندنا شكون ماتنا فما باب البرد. مش عارف ميراوش لعباد باب البرد. فهمت؟ معناه اختار على البحريه. اختار على البحريه يدخل يدم في الديقه. فهمتني؟ هذا فما الضوء اخضر واحمر اللي يحب يوريك الكنار تاع البرد. بحريه قرمله هونيه انا طالبين هاد الشيء. عبيت ماش قدام العائله تخدم في البحر بلانسير كل يوم تخرج. عندنا فنار عنده العميل كسر ما يشعلش فهمني وزيد كمل ياخذ عليه فنار الاحمر. ما يقدمناش ماناش طالبين حتى شيء. يتحبونا نسكروا نحفوا كياش شو نعملوا شو تحبونا نعملوا. ابسط حاجه قدرت تشعلوا لنا فنارات يقدروا يشعلوا. على قدر كان تصير بعد لقطة بعد بالانس يدخل في الفنار يندرى نطلب عليكم تعويض مش تعطينا انتوما تعويض على حساب شكون باش يمشي؟ ها؟ ماناش طالبين حتى شيء هكا وهذا ايش طالبين؟ فما حالات صارت؟ فما حالات صارت. شنو هما؟ يندرى ماشكم مكلف بيه عبيت تتكلم كل يوم تتكلم بحرية تتكلم ما عادش صار فما قاعد خلف شو اسمه في الفنار ما ينسيش. يتحبونا نعملوا كيما الاخرين باش احرق قياس وسكر باش تلفتوا لهم عباد عاقلين تخدم ارواح تحب تخدم ارواح تقدرهم شويه.